السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم حماد القرشي وانتم الآن على قناة الراوي ستوريز، ومع الحلقة الأخيرة من قصة كتاب العزيف. وقبل ما ندخل في تذكير في الحلقة اللي دازت، بغيت نهضر لكم على العمل ديال رمضان واللي غادي يشاركوا فيه بزاف الرواة، ومنهم حتى المتابعين، ومنهم حتى المكفوفين، واللي كنوجه لهم التحية من هذا المنبر. كيف ما كتعرفوا، هذه الرواية خدامين عليها جوج الكتاب، منهم الكاتب رشيد الجوهري واللي كنوجه له تحية كبيرة من هذا المنبر، واللي كنت ديجا دوزت بعض القصص ديالو، ومازال غادي ندوز شي قصص قبل رمضان ان شاء الله، واللي دائما مساعف معايا وخدام وباغي ينجح هذا العمل. والكاتبة الثانية ايضا اللي معنا هنايا هي دودي العساتي، عندها بزاف القصص وعندها قناة ايضا كتروي فيها القصص. كنصح ان البنات اللي معايا هنا في القناة يدخلوا عندها ويشتركوا معها، عندها واحد القصص اللي تناسبكم. غادي تكتب لكم تعليق في اول تعليق وانا غادي نثبتو، وغادي تكتب لكم تما القناة ديالها. كنتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا عندها كدعم لهذا الكتاب اللي راه معانا هنايا وكيجتهدوا معنا باش يقدموا لنا شي حاجة اللي كبيرة وزوينة في هذا رمضان. فهادشي اللي كاين، ندخلوا في اجواء القصة، ولكن قبل نصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا كنتمنى لكم اقوى درجات الرعب، وخليونا ندخلوا في القصة. قتلتيني انتايا، وانت هو السبب في كل شيء، ولكن كي درتي جيتي لهنا؟ ياك لقيناك مقطعين لك الراس في الطواليت، وبكينا عليك وغسلناك ودفناك، وانا يا دار ديك الضحك اللي كتخلع. انا ماشي حمزة، انا جني اللي كنت مكلف باش نقتل داك حمزة. بصراحة تخلعت بزاف والسيم ولا احمر بالخلعة وكيرجف. اجدر لكم المسكين، وعلاش قتلتوه هو مازال ما وصل حتى 18 عام؟ غير قلقتو عليه الام ديالو، ما فيكمش الرحمة. ومن جديد انا يضحك شريرة اخرى، داك ولد عمك دخل عندنا المكتبة وشافنا هو تخلع ومشى يقولها لماما، لكن احنا حضرناه ولكن ما سمعش، وقبل ما يوصل عند امه جريناه من رجليه ودخلناه للطواليت وقطعنا عليه راسه، واي واحد يبغي يفضحنا المصير ديالو بحال هكداك. وحتى الاخ اللي حداك هنا كان كيقصد سيمو، الا فضحنا المصير ديالو اكثر من هكداك. ونزيدك انت اللي قلبتي علينا وقريتي الكتاب في الاول وساعدتينا باش نخرجو، خرجتي عدد قليل وكنا كنتهضروا بالفارغ الصبر انك تعاود تقرا الكتاب باش يزيدوا يخرجوا خوتنا الاخرين، والحلم ديالنا هو تحقق وانت مشيتي فيها. اما غادي تهبال ولا غادي تنتحر ولا غادي نقتلوك. شاف فيها وعد قال هاد زدتي كبرتي المشكلة صاحبي. قلت لها خويا سيمو ما كيلاش نبقى هنا، انا يا ما بغيتش يموت شي واحد بسببي، انا يا ما بغيتش يموت ليا شي واحد عزيز عليا بطريقة بشعة وانا كنشوف فيه، انا خصني نمشي في حالي، حسن انني نموت غير انا يا بوحدي وما يموتش معايا شي واحد اخر. ولكن فين غادي تمشي؟ بقى معايا، واش ما غاديش تبقى فيك الوالدة ديالك؟ واصلا العيد الكبير قرب، غادي يدوز عليا كحل بلا بك اخويا. خويا انا صافي خرجت على راسي وسمعتي داك الجن قبيلة اش قال، اما غادي نهبال ولا ننتحر ولا غادي يقتلوني هما. صافي اخويا النهاية بانت. انقت سيمو وقلت ليها تهلا في راسك اخويا، وإلا سولاتك عليا الوالدة عافاك ما تقولش ليها على الجنون. وصافي هزيت الكتاب ودرته في الميكة الكحلة ومشيت نيشان للدار ودخلت لبيتي وبديت كنبكي، خرجت على راسي وعلى الوالدة، والله يكون في عوانها من اللي غادي تعرفني هربت منهم. هزيت كرطابي ودرت فيه داك الكتاب وهزيت شوية من الحوايج ديالي وبغيت نخرج، وهنايا هي تحبسني الوالدة حدا الباب. ولدي
فين غادي؟ الوليدة، غير بغيت نبات عند سيمو هاد الليلة. ديما ولدي كتبات عند صاحبك، قول لي اش كاين؟ هيك ما وقعت لك شي حاجة؟ قلبي راه حاسس. لا، الكبدة ديالي ما وقع والو، وما كاين والو، وما عندكش مناش تخافي. لا ولدي، راه كاين شي حاجة. ملي مات ولد عمك الله يرحمه وانت ماشي عادي، وحتى قبل ما يموت كنتي مبدل عليا، والوجه ديالك مبين ليا كل شي. راني زعما امك، وكنحس بيك، وكنت حاسة انه عندك مشكلة كبيرة. عاود لي عافاك، الا ما عاودش لي لمن غادي تعاود؟ تعيا ما تخبي، تقشعك تقشعك الام ديالك. لا الوليد، راه ما كاين والو، وما عندكش مناش تخافي. ما كرهتش نعاود ليها كل شي اللي طرا ليا، ما كرهتش نقول ليها كل شي، ولكن ماشي لخاطري. هذه كنت قلتها في نفسي، وسلمت عليها وعنقتها وودعتها بطريقة غير مباشرة، وهي ما كانت فاهمة والو. ياك لاباس ولدي، تكلم هضر، ياك غادي تمشي عند صاحبك ماشي للخارج. غير توحشتك الوليدة، هذا ما كان. بسلامة، وتهلاي لي في روحك، وبغيتك تسمحي لي. خرجت مع هذيك الكلمة وبدون ما نزيد نسمع كلامها. وكانت هذيك الوقت الستة ديال الليل، غير غادي وما عارش فين. بقيت كندور حتى طاح الليل، والمشكلة ما لقيت فين غادي نبات. وأصلا هاد الجنون ما غاديش يخليوني بخير. وصلت لواحد الزنقة مظلمة، لقيت واحد الكرتون وهزيت وفرجت وحدة واحد الدار. درت كرطابي على شكل وسادة وتكيتو، ولكن فين هو الناس؟ ما بغاش يجيني الناس. وشوية وانا كنسمع الاذان ديال العشاء، شوية بديت كنشوف شي جوج عينين بعاد كانوا حاضيني وكيشوفوا فيا. انا تخلعت وغير كنت كنترعد، وشوية دوك العينين كيمشيو وكيقربوا حتى بان ليا مش كحل خليط وكيخلع. بديت كنقرا القران بصوت عالي، ثم هذاك المش ينطق: ما عندك فين غادي تهرب؟ حنا ديما معاك حتى نقتلوك. اش درت ليكم؟ اش درت ليكم لكاع هاد المشاكل اللي راكو ديروهم فيا، وانكم تعيشوني في هذا الرعب؟ نتوما ما فيكمش الرحمه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هاد اللحظه مشاو في حالهم وما قالوا لي والو. شويه وانا كنشوف من البعيد شي حاجه كانت بيضه، وطريقة المشي ديالها كانت كتخلع، وشاعل ليها الضو حدا كرشها. أنا في هذيك اللحظة خفت بزاف، وغطيت راسي بالجاكيطة وبديت كنقرا القرآن، وداكشي غادي وكيقرب. حتى وصل حدايا وحبس. أنا سديت عينيا وكنت كنستنى في الأسوأ أنه يوقع. شوية وأنا كنسمع صوت حنين وكيقول: ولدي، مالك ناس هنا يا غير بوحدك في هاد الليل؟ ياك لاباس؟ كنهز راسي وكنشوف راجل عنده اللحية طويلة، وهز في يديه بيل كبيرة، وكان لابس جلابة بيضاء وداير ريحة زوينة. أنا شفته وفرحت وقلت لها: أمي، المشكل ديالي كبير وكبير بزاف، وداكشي اللي طحت فيه واللي وقع ليا ما عمر شي واحد غادي يتيق ولا يصدقه. تقدر تعاود ليا ولدي، ونقدر نقول لك واش غادي نتيقك ولا لا، وفي كلتا الحالتين غنقدر نتعاون معك. اولا ولدي، خلي ايمانك بالله قوي، وخاصك تعرف ان كل مشكلة الا ما عندها الحل. ما غاديش نقدر نعاود لك عمي، غير خليني وسمح ليا. انا كنستنى المصير ديالي، واصلا راهم قراب يجيو يقتلوني. القتل؟ ولدي ما تقولش هكذاك، الا ما بغيتيش تقول لي المشكل ديالك هاني يا ولدي، ولكن خاصك تعرف ان المؤمن
مستحيل يخلي خوه، وانا يا مستحيل نخليك تبات هنا. يلا نوض ولدي نوض، نوض تمشي معايا تبات معايا في الدار. ولكن عمي، ما كاين ما ولكن، كلامي كبير وانت خصك تحترمني على قد عمري، وانا اصلا ما غاديش يخليني يا خاطري نبات في الدار ومغطي وناعس في الراحة، وانت يا ناعس هنايا في الارض. واخا الله يرحم لك فيها الوالدين. هزيت كرطابي ومشينا شي 5 دقائق، ثم وصلنا لواحد الدار ودق. حلات واحد البنت كانت زوينة، تكون عندها ديك 14 عام، كانت دايرة الفولار وبين عليها ملتهزمة وداخلة سوق راسها. دخلنا ولقيت مرتو وولدو الصغير وسلمت عليهم وجلست وسولاتو مرتو، قلت ليه شكون هاد الولد؟ وقال لها كنت راجع من المسجد لقيت ناعس في الزنقة فجبتو معايا لأنني ما قدرتش نخليه في البرد والظلام، وكان ظن أنه عنده مشكل كبير، ولكن الولد ما بغاش يعود لي وخليته على راحته. أحسن ما درت يا الحاج. من بعد جا وجلس حدايا وسولني شنو سميتك يا ولدي؟ وشحال في عمرك؟ واش والديك عايشين؟ عايشين، أنا أنس وعندي 18 عام، وعايش في وسط المدينة في الرياض مع العائلة ديالي كلها. متشرفين يا ولدي، أنا الحاج مصطفى وهذه مرتي حفيظة وهذه بنتي الوحيدة دعاء، ربي رزقني بها من بعد سنوات وأنا نستنى المولود ديالي الأول، عندها الآن 14 عام، وولدي أيمن اللي تزاد من بعدها وعنده 10 سنين. الله يخليهم لك عمي، والله هو اللي غادي يجازيك على الخير اللي درتي فيها. هذا واجب ولدي، قل لي علاش مليوح في الزناقي؟ لأنني طحت في مشكل كبير، وهذا المشكل تسببت فيه في قتل ولد عمي حمزة، وأنا يا هربت باش ما نزيدش نتسبب في شي موت شي واحد عزيز عليا. كنتي السبب في موت ولد عمك؟ واش قتلتيه؟ عاود لي يا ولدي راه نقدر نعاونك. في الحقيقة ارتحيت ليك، ولكن محال واش تيقني. أولدي غير عاود، راني قلت لك في الأول عاود لي انت يا، وانا غادي نقول لك في الاخر واش تيقت بكلامك ولا لا، وباين عليك ولد الناس وكنظن ما غاديش تكون تكذب. واخا سيد الحاج، المهم جدي كان مؤرخ وعنده واحد المكتبة قديمة في الرياض، غير مؤخرا باش سدها ووصانا اننا ما ندخلوش ليها. انا بطبيعتي او بدك الفضول اللي دمر لي حياتي سرقت ليه السوارت وحليت المكتبة، وفي الحقيقة هذيك المكتبة ما كانتش كيف المكتبات اللي كيعرفوها الناس، بل هذيك المكتبة كانت مسكونة، ولكن أنا ما كنتش عارف في الأول. دخلت وكانت فيها واحد الريحة خايبة، والكتوبة كانوا مليوحين في كل مكان. لقيت فيها واحد الكتاب كحل أثرني من الشكل ديالو، وبسبب الفضول ديالي خلاني أنني نهزه ونقراه. فتحته ولقيت فيه شي مخلوقات كانوا كيخلعوا، ومن هذيك اللحظه بداو كيطراو ليا شي حوايج خياليين، مثلا كيتسيفوا ليا الجنون على شكل عائلتي، وواحد النهار خرجوا عندي بالليل وهدوني بالقتل الا قلت لشي واحد عليهم. واحد النهار اخر مشيت باش نعس عند صاحبي، وانا وصاحبي في الليل لقينا واحد القط في الطواليط مقطوع عليه الراس، وكان مقتول بواحد الطريقه بشعه. وفي الصباح باش رجعت للدار لقيت الناس كيبكيو، وفسولتهم قالوا لي ولد عمتك القوام مقتول في الطواليط حشاك، ومقطع عليه راسه ومكتوب في الحيط بالدم ديالو. تتمت المهمة، ومن بعد بانوا لي الجنون وقالوا لي بلي هما اللي كانوا السبب في موته. وفي اليوم التالي هربت من الدار وخفت لي يموت شي واحد بسببي، ودوك الجنون قالوا لي اما غادي تنتحر أو لا غادي نقتلوك.
هنا يا شافي الحاج مصطفى وكي ابتسم وقال لي ولكن علاش كتضحك؟ انا كنت عارف ما غاديش تسيقني، حيت هادشي مستحيل ان العقل يستوعبه. لا ولدي، انا ماشي مانيش متيقك، ولكن راه عندك الحل، ما تخافش. كيفاش عندي الحل؟ ها عندك الحل ولدي، وعندك سلاح كبير باش تواجههم، القرآن الكريم والصبر. انا حافظ المصحف الشريف باكمله، والحمد لله على هاد النعمة اللي اعطاني ربي، وحتى مرتي ولدي الصغير حافظ صورة يوسف وبنتي دعاء حافظة صورة البقرة، وهاد آذاء الله غادي نتغلبوا عليهم. قل لي شنو اسمي يدك الكتاب؟ سميت العزيف. وهنا هو يتلفت لبنته وقال لها بنتي جيب لي هداك البيسي ديالك. جابته وشعله، دار السمية ديال الكتاب في جوجل ودخل التعريف دياله. ناري فاش بدك يقرأ داكشي اللي كان مكتوب فيه، انا فقدت الامل في الحياة بمعنى الكلمة. وراء الأمر التاريخ الكثير من الكتب التي قادت أصحابها ومن قرأوها إلى الكفر والجنون، إذ أن السحر حرام ومعصية، وكذلك القيام به وطلبه أو السعي ورائه والبحث عنه، بل إن التصديق في أهله يعود كبيرة من الكبائر السبع والتي حرمت في الدين الإسلامي بإجماع الفقهاء وأهل الدين. أما عن كتاب العزيف بالتحديد، يكفي القول لإبراز مدى خطورته أن الفاتيكان قاموا بحرق كافة النسخ التي تمكنوا من الوصول إليها منه، إلا نسخة واحدة احتفظوا بها في مكتبتهم الخاصة. ولكن مع شديد الأسف تمكن الساحر أليستر كرولي من الحصول على بعض من الصفحات الكتاب، واستعان بها في مؤلفاته الشريرة. وقد وصف ذلك الساحر مؤلفه بأنه من أقدر السحرة الذين وردوا على مر العصور. ومنذ القدم كان قد تم ترجمة ذلك الكتاب إلى اللاتينية والإغريقية، وأطلق عليها نيكرونوميكون قبل أن يتم حرقه. وقيل أنه كان باحثا ساعيا إلى الوصول لما كان موجودا على الأرض قبل خلق الإنسان، لكي يتعرف منهم على تاريخ بدء الحياة. فقد كان له اعتقاد أن الأرض كانت مسكونة من الشياطين والجان والوحوش الخطيرة. وبعد البحث الطويل والطويل عاد بذلك الكتاب مدعيا أنه يشتمل على أسرار خطيرة وحقيقية عرفها بعدما تقابل مع الشياطين والجان، وهم من عرف منهم تلك المعلومات. كما ذكر في كتابه أنه قد تعلم من الجان أسرار السحر والموتى وخفايا من كانوا يعيشون على الأرض قبل خلق الإنسان الذين حولوها إلى دمار وخراب. ولا شك أن كل ذلك لا يتعدى مجرد نسج من وحي الخيال. وذكر أن الغلاف الخارجي لنسخته الأصلية من الكتاب تمت صناعتها من جلود الموتى. ويحتوي أيضا الكتاب العزيف على الكثير من اللغات الغير المفهومة والطلاسم التي ادعى مؤلفها أنها مشتقة من اللغة الجن والمخلوقات القديمة، إلى جانب ما يحتويه من الصور المرعبة ذكرت أنها صور حقيقية للمخلوقات التي كانت تعيش على الأرض قبل خلق الإنسان، وصور أخرى للجان، كما يحتوي على طرق تحضير الأموات وكيفية رسم ما يستخدم في تحضير من التعاويد والدوائر، وأيضا مخطوطات لأعمال السحر وتتعلق بالجن وحرمها الدين الإسلامي. أنا من اللي سمعت هاد الهضرة بديت كنبكي. وصلنا قاع حتى للشرك، يا ربي تسمح لي. وبدك يحزر فيا الحاج مصطفى وقال لي
انت ما طحتيش ولدي في الشرك، انت ما كنتيش عارف، ما تقلقش، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بصراحة من اللي سمعت هاد الكلمات ارتحيت بزاف. ثم قال لي وفينو هاد الكتاب نتهناو منه؟ كاين في كرطابي، جبتو وعطيتولو وقال يلا نطلعو للسطح نحرقوه. وداكشي اللي درنا، طلعنا وجاب المجمر وحط فيه الكتاب، كب عليه الإنسانس وشعل فيه العافية. الكتاب كان كيتحرق وفي نفس الوقت مصطفى كيقرا القرآن بالضبط صورة الجن. المهم بقينا كنحرقوا فيه حتى ما بقات كتبان فيه حتى شي كلمة. هبطنا وراني الحمام ومشيت ودوشت وتوضيت، ثم صليت وحسيت بواحد الراحة اللي تقريبا هذه ربع أيام ما حسيتش بيها. تعشينا وتجمعنا شوية وجا الوقت ديال النعاس. فرج ليا في واحد البيت كانت بصراحة زوينة، تكيت وأنا مرتاح وحمدت الله وشكرته. وفي هاد اللحظة أنا اعتقدت بلي خلاص تفكيت من دوك الجنون. ولكن هاد الليلة اللي غادي ندوز كانت مختلفة بزاف على الليالي ديال الرعب اللي عشت من قبل. نعست وأنا مرتاح ومع هاديك الوحدة ديال الليل جاني واحد العطش اللي ما عمرني حسيت به في حياتي، بحال ضرب الطريق على رجليا من القويرة للعيون. نط باش نشرب وشعلت الضو وبغيت نحل الباب، ولكن المفاجأة أنه كان مسدود. كنت كنضارب معه ولكن والو، كنعيط على مصطفى يحل لي الباب، ولكن فاش بغيت ندور باش نرجع للبلاصة ديالي كنشوف كنشوف الجثة ديال الميت مكفن بالأبيض ومحطوطة في بلاصتي. أنا ملي شفته بديت كنغوت وكنضرب في الباب وكنعيط عمي مصطفى عمي مصطفى عتقوني عتقوني، واش ما كيسمعني حتى شي واحد. وبديت كنغوت وكنغوت والخلعة بدات كتقتلني شوية بشوية، وهداك الميت هنايا بدا كيتحرك بالجهد وبدا كيتركل بحال كيتعذب هو يطيح من الجهة الأخرى من الناموسية. من بعد ما بقاش كيبان ليا وأنا كنت لاصق حدا الباب ومخلوع، وشوية الصوت ديال التركال حبس. فاش درت باش نشوف ما لقيتوش أصلا، أغبر في رمشة العين. قلبت تحت الناموسية ولكن والو غبر. رجعت لبلاصتي وتكيت فوق الناموسية وخليت الضوء مشعول وتكمشت. جمعت رجلي عند صدري وبديت كنقرا القران، وشويه بديت كنشوف هذيك الجنيه اللي لابسه الكحل قدام الباب. انا فشلت، قربات لعندي وقالت لي نهايتك قريبه. ومن بعد ما بقيتش كنحس بوالو، سخفت وانا كنشوف غير الظلام. ومن بعد داز وقت كبير كنحس بحال شي وحدين هزيني، حيدوا لي الحوايج ديالي وحطوني من فوق شي حاجه بحال شي خشبه. ومن بعد كنحس بالماء بحال شي واحد كيغسلني. كنبغي نتحرك لكن ما كنتش كنقدر، الصوت ما كانش كيبغي يخرج ليا. وشويه كنحس بحال كيكتفوني، وشويه المنظر كان غادي وكيتوضح حتى كنشوف راسي ملابس والو ومحطوط في المراح ديال دارنا. شفتهم كيكفنوني والوليد كيبكي. نهاري أشوقه اش هادشي اللي كنشوفه؟ ثم دخلوا جوج الرجال اخرين وهزوني وداروني في النعش وخرجوني لبرا. كنشوف كل شي كيبكي، والوليدة وامامي وجدي حتى هو كان كيبكي. شفت حتى في السيمو اللي كان كيبكي كان كيسحب ليهم توفيت. كنت كنغوت بأقصى صوت وراني ما متش وراني باقي حي. كان بغي نتحرك ما كنقدرش. شوية دخلوني لسيارة نقل الأموات وطلع حدايا جدي. كنت كندوي معاه لكن ما كانش كيسمحني. كنقول ليه جدي اعتقني راه باقي حي راني ما متش، لكن لا حياة لمن تنادي.
دازت عشرات دقائق وهبطوني ودخنوني المسجد وحطوني القدام وبداو كيصليو عليا صلاة الجنازة. وانا قلت يمكن توفيت ديال بصح، يمكن توفيت اه. وسكت وبديت غير كنشوف السي الحاج مصطفى هو اللي كان الامام اللي صلى بيهم، وشفت صاحبي السيمو تيقول الله اكبر وكيبكي، وولاد الدرب ايضا. انا صافي شهدت في نفسي واستسلمت لهاد الحالة اللي يعني فيها، وسهلا وخرجوني وداروني في سيارة نقل الأموات وداوني المقبرة. كانت بلاصتي محفورة، دخلوني فيها وتكاوني على جنبي اليمين وردوا علي التراب. دازت الوقت حتى كنت كنسمع الصوت ديالهم راجعين بحالهم، وانا يا كنستنى الملكان يجيو باش يسولوني. وفي اي لحظة كنقول شوية وغادي يضيق علي القبر ولا غادي يوساح، كنستنى اما العذاب القبر ولا حاجة اخرى. ودازت الساعات وكنحس بحال كنت تخنق، فاش كنت كنتحرك ترجع لي الحركة. وهنا عرفت ان راسي بلي فعلا ما متش. حيدت الكفن على الوجه ديالي وبديت كنغوت، عتقول روح عتقوني يعني مازال ما مت، انا حيل داخل. وشويه كنحس بشي واحد كيحفر عليا. قلت يمكن هادو عائلتي عرفوني باقي حي وجاو لعندي باش يخرجوني. وبديت كنستنى ونستنى حتى بدات كتبان لي السما، وشفت جوج رجال كانوا كيحفروا عليا. وخرجت لعندهم هما يتخلعوا وهربوا. كنحاول نغوت بداك شويه ديال الجهد اللي باقي لي. وعمي اجي اعتقني راه انا ماشي ميت. لكن هما للاسف هربوا مبقوش كيبانوا ليا، خلاو البالات والقصا ديال الطعام. وعرفت وفهمت انني كنت هو الضحيه الجديده اللي كانوا غادي يديروا بها السحر. خرجت من هذيك المقبره بحال عدت ولدت، شديت الكفن ولويته على العوره ديالي وانا يا شادو باش ما يطيحش. مشيت وانا كنحاول نجري نيشان للرياض نتاعنا، ووصلت لوسط المدينه وانا كنشوف بنادم مخلوع، شي كان كيهرب وشي طاح وسخف. وصلت للدرب ديالنا، نفس الستون كيشوفوني الدراري ديال الدرب وكيهربوا والعيالات كيسخفوا. كانوا اعتقدوا باللي فعلا انا توفيت وصافي، فاش عاود شافوني ما تيقوش. وصلت حدا الدار وانا كنشوف الناس كيبكيو وكيعزيو في الوالدة والوالد. شافوني كاع العيالات اللي تماك وسخفوا، كاين اللي هربت. وكذلك الوالدة ملي شافتني تصدمات وسخفات. وجدي بدا كيترهد، وحتى الحاج مصطفى كان تما. كيفاش راه توفيتي وقبرناك؟ بحالة الدهول والصمت الكبير. ومن هذيك الجوقة جا كيجري لعندي الوالد وعنقني وبدا كيبكي. ودخلنا للدار وسولني كيفاش ولدي، كيفاش ولدي حتى متي ورجعتي للحياة، وكيفاش خرجتي من القبر؟ راه ما يمكنش. فقلت لي راه ما متش الوالد. وعاودت لهم كل شي من الاول من اللي دخلت المكتبة ديال جدي، وحتى فاش تلاقيت بالحاج مصطفى في هذيك الزنقة المظلمة. ملي فقت الوالدة بالبكاء وعنقاتني وبدات كتبكي، وبدوري انا بقيت كنعنقها وكنقول لهم سمحوا لي. وبدا السي الحاج مصطفى كيعاود ليا ولدي داك النهار فاش بدتي لعندي خرجتي فجأة من الدار، وفاش بغيتي تقطع الشانطي دخلات فيك طوموبيل. انا فقت على هذاك الصوت ديال الحادث وقلت يا ربي السلامة، وفاش خرجت لقيتك مدكدك في الشانطي وميت، وكنت جوتا عامدة ودماياتك منتشرة في كل مكان. واتصلت بالبوليس والإسعاف وجاو داوك وقلبوك ولقاوك فعلا توفيتي. من بعد اتصلوا بعائلتك وجابوك للدار
وعاودت لهم فاش تلاقيتك من بعد ما غسلناك وصلينا عليك وقبرناك، وانت قدامنا دابا حي ورزق، وسبحان الله معجزة من معجزاته. انا تخلعت بزاف. مهم جاو ناس كيسلموا عليا وكيقولوا لي على سلامتك، وتلاقيت بالسيمو صاحبي اللي ما عمرني ما ننساه. وفي الليل فاش مشيت الناس بلاصتي بداو كيبانوا لي دوك الجنيات، ولفت عليهم صراحة، ما بقيتش كنخاف منهم بزاف. وقالوا لي بلي هما السبب فاش وهموني ووهموا عائلتي انني مت، وكون ماشي دوك السحار اللي حفروا عليا قام نحلم نعاود ندوش شي عيد مع العائلة ديالي. المهم من بعد هادشي جدي حل المكتبة ديالو ودار فيها الرقية، وللتذكير ان جدي كان كيقتل الجنون، وهادو اللي بقوا حيين جاو باش ينتقموا منه، ولكن جدي قتلهم حتى هما. من بعد السي مصطفى قرر باش يعلمني القرآن، ودازت الأيام والأسابيع والأعوام كذلك. كبرت ولات عندي 25 عام، تعلمت فيها علوم الشرع وكل ما يخص الإسلام، وحفظت القرآن وكملت وقريت ونجحت. ومن بعد توظفت وليت أستاذ التربية الإسلامية. قررت أنني نتزوج بدعاء بنت السي مصطفى، وقلتها ليه وفرح وقبل، وحتى هي قبلات. تزوجت بها ودرنا أروع حفل وزفاف، ما كاين لا شعبي ولا شطيح ولا رتيح، درنا عرس زوين غير بالأمداح النبوية، وكل شي كان فرحان. دابا مرتي دعاء حاملة بولدنا الأول، فرحت بزاف. وغدا أول نهار عندي في التدريس، وهذه هي قصتي مع الجن. وانا ذكرت سمية داك الكتاب غير باش تفاداو، ماشي باش تبحتو عليه. سوى العزيف او لا كتاب شمس المعارف، وانت يا دابا اللي كتقرا او لا كتسمع القصة ديالي، دير هادشي في بالك فين ما مشيتي، ان الله يمهل ولا يهمل. وشكرا على تتبعكم لقصتي النهاية. كان معكم كاتب القصص الرعب سيمو، تقبلوا تحياتي، حتى لقاء آخر. السلام عليكم من جديد، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على الاستماع ديالكم. كانت هذه قصة أليف، ولكن فيها من العبر اللي كيخلينا نحتاطوا من هاد الكتب، واننا ما نقربوش ليهم او لا نقراهم. فهادشي اللي كاين في هاد القصه ديال اليوم. نتمنى انكم استمتعتوا معنا، وكنتمنى انني وصلتها لكم بطريقه اللي جميله، وكنتمنى دعم كبير لهذا المقطع وهاد القصه كيف ما كديروا معنا ديما. واستناونا في رمضان ان شاء الله في أولى حلقات من المسلسل شديد الرعب، إن شاء الله غادي يعجبكم، وبمشاركة جميع الرواة اللي في الساحة واللي غادي يتقمصوا أدوار مهمة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من هات القناة، قناة الراوي ستوريز. تصبحون على ألف خير. سلام.